الأخ يقول إذا نقل إجماع عن الأوائل ولا يعلم فيه خلاف ثم جاء أحد من رجل المتأخرين فخالف، هل يعتبر هذا من البدع؟ فالجواب أن الإجماع نوعان، أن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وهذا هو الذي شدد في مخالفه، ثلاثة يكون كافرة ثلاثة يكون فاسقا، ولا يختلف العلماء رحمه الله تعالى في ضرورة الالتزام بالإجماع القطعي. النوع الثاني الإجماع الظني، والذي يحكيه الواحد والاثنان، وتارة يعبر عنه بعض الفقهاء يقول لا أعلم فيه خلافا، والشافعي يقول لا أعلم في خلافا ليس إجماعا، الشافعي يقول لا أعلم في خلافا ليس إجماعا، ولا الصواب يقول الشافعي والصواب، أن هناك فرقا بين ما يتفق عليه العلماء وبين ما لا يعلم فيه خلاف، ولأنه لا يمكن الإحاطة بكل مذاهب أهل العلم بكل العلماء بكل الأمصار، لأن يحكون الإجماع يبنون ذلك على نقولات المصنفين ومن يلتقون بهم قد لا يلتقون بآخرين. ومن ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. كثير من العلماء يحكي الإجماعات وحين التحقق والبحث في بطون الكتب لا نرى للإجماع أصلا، وطبقة من المتعصبين يشهرون سيف الإجماع في وجوه المخالفين دون نظر واعتداد بمخالفة الواحد والاثنين. وأيضا بعض المصنفين في الإجماعات هم لا يعتبرون الواحد والاثنين، فهذا ابن جرير ألف كتابه بالإجماع لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، وهذا ابن المنذر ألف كتابا بالإجماع ولا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، وطبقة أخرى من المصنفين في الإجماع لا يذكرون خلاف داود الظاهر، يحكون الإجماع على خلاف قوله، وهذا في نظر، فإن معنى الإجماع أن يجمع علماء أو المسلمين في طوائف نعم لا يعتد بهم في الإجماع ولا في الخلاف ولا يلتفت لأقاويلهم كالخوارج والرافضة وأمثال هؤلاء. وأما داود فكان معظما في عصره ويكاد يتفق علماء عصره على إمامته بالفقه وجلالة قدره، وإنما تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله وغيره في مسألة القرآن حين جاءت الفتنة، فقد خاض في هذه المسألة شأن من خاض، ولكن لم يتكلم فيها الإمام أحمد بالنسبة لظاهريته، فهو يبقى أحد علماء المسلمين وقوله قول فيعتد به في مسائل الإجماع ومسائل الخلاف. وأما نحكي الإجماع على خلاف قوله فهذا فيه مجاوزة في شيء من الغلو أيضا، لأنك لو نظرت اللي يحكون الإجماع يعتبرون أحيانا أقاويل العلماء لا يبلغون مبلغ داود الظاهري، وداود الظاهري في عصره كان أعظم من ابن حزم في عصره، وبعض الناس يتصور المذهب ابن حزم هو مذهب داود وهذا غير صحيح، ابن حزم له مذهب مستقل ليس هو مذهب داود، داود ظاهري وابن حزم ظاهري، لكن داود بن علي أتاه الله جل وعلا من الفهم والقدرات الكثيرة، وابن حزم ناكابر أيضا أهل الحديث يعني أهل الحفظ والضبط ومعرفة مذاهب العلماء، لكن يختلف في فروق. ابن حزم ذرب اللسان، ولذلك المبتدي لا ينصح بقراءة كتبه لأنه قد يحصل عليه ضرر ويتعود على ذرابة لسانه في كتبه وتصانيفه، أما طالب العلم فهذا لا يضر ويستفيد من ذلك ويطلع على الأقاويل والأثار والنصوص والخلافات والإجماعات. أما داود بن علي فكان يحترم المخالفين يعرف قدرهم وكانتهم ومنزلتهم وكان متواصلا معهم، إلا أن الإشكالية في مذهب داود أنه لم يدون وليس له كتب موجودة، وإنما نتعرف على مذهب داود بما ينقل عنه في تصانيف الأئمة،
وهذا الذي يحكم مثلا مسألة الطلاق الثلاث، الذي يرون أن الثلاث ثلاث يقول أجمع العلماء على الثلاث ثلاث يحكون الإجماع، وانظر تصانيفهم. وهذا ليس في إجماع، لم ينعقد إجماع من عصر الصحابة إلى هذا العصر، ولكن حين رأوا نقلا وهم يميلون لهذا الرأي يشيرون سيف الإجماع في وجوه المخالفين حتى يرهب المخالف المخالفة. صاحب الحق لا يرهب الأقوال ولا يتهيب مخالفة الجمهور ما دام الحق والدليل معه. فمن عصر الصحابة إلى هذا العصر والمخالف موجود، ولا يتصور الإنسان أن ابن تيمية وابن القيم هما اللذان تفردا بهذا القول، على غير الصحيح. جد شيخ الإسلام البركات كان يفتي بهذا القول، ابن إسحاق كان يفتي بهذا القول، جماعة من أصحاب ابن عباس وابن عباس نفسه، أبو بكر كان يفتي بهذا القول، وأنا في صحيح الإمام مسلم كما من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. كان ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فأين الإجماع في هذه المسألة؟ نعم ابن تيمية رحمه تعالى هو الذي أشهر هذا القول وبسط القول فيه وذكر له من الأدلة ما لم يذكرها غيره وأوذي بسبب هذه المسألة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومثل هذا مسائل كثيرة قد لا يعلم فيها خلاف، لكن لا يلزم أن يكون هذا إجماعا، ودائما الآخر يحاول القضاء على قويل وتسادة الآخرين تحت هذا المسمى، وحين يفحص هذا الإجماع يوجد في خلاف كبير بين العلماء ولا في إجماع. كذلك مسألة الجمهور حررت لك أكثر من مرة، وأن غالب اللي يحكم مذاهب الجمهور بناء على دائرة مذاهب الأئمة الأربعة على غير، حررت لك من هذا قول غير صحيح، الأربعة أربعة فقط، بقي علماء لهم ينظر فيهم، أما اتباع الأربعة مقلدة، والمقلد لا يعد من أهل العلم بالإجماع كما حكى ابن عبد البر نفسه. إذن هؤلاء أربعة ينظر للمذاهب الأئمة مجتهدين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وأقران الأئمة الأربعة اللي كانوا في عصرهم كحماد بن أبي سليمان وكأبي ثور وكداود بن علي، كما ذهب إلى الحديث كإسحاق والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وامثال هؤلاء الأكابر. فعلى هذا من خالف الإجماعات الظنية قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكن لا يصدق القول عليه بأنه قد ابتدع، لأن هذا الإجماع أصلا متنازع في أصله، لم يتفق العلماء على أصله، لم يتفق العلماء على الإجماع الأول ولم يتفق العلماء على الإجماع الثاني.